السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي، بكل خير ان شاء الله باذن الله. طبعا اتمنى لكم السعاده يا برج الميزان، اتمنى لكم الخير وراحه البال الدايمه ان شاء الله باذن الله، تكون لقلبكم تدخل فرحه كبيره جدا، لقلبكم تغير من نفسكم، اللهم امين يا رب العالمين. اكتبوا امين كتير جدا جدا في التعليقات علشان خاطر الدعوه دي تكون من نصيبكم، راحه البال والسعاده والخير والامل والصبر وكل حاجه حلوه في الحياه تكون ليكم باذن الله. مواليد برج الميزان. طبعا النهارده هنتكلم عن فنجان برج الميزان لشهر مايو، ان شاء الله باذن الله يكون في توقعات تعجبكم ويكون في اخبار حلوه كتير. كل سنه وانتم طيبين، يا رب السنه الجايه تكون احسن من السنين اللي فاتت كلها، والسنه دي تكون افضل من السنين اللي فاتت، رغم ان كورونا ورغم انه في مشاكل كتيره جدا واقعه على الدوله، بس ان شاء الله باذن الله تكونوا بافضل حال وتكونوا بالخير. طبعا اهم حاجه تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتكتروا في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر، وان شاء الله باذن الله برج الميزان ربنا يكتب لكم خير ويكتب لكم سعاده وفرحه. يلا بينا نشوف الفنجان بيقول ايه لمواليد برج الميزان لشهر مايو. بيقول ايه؟ بص يا برج الميزان، اول حاجه اول ما جت عيني عليها، اول حاجه جت ان عندك رساله حلوه جدا هتجيلك الفتره اللي جايه دي، اول حاجه ما عيني جت على القراءه وعلى فنجانك. عندك رساله حلوه ورساله قويه هتجيلك هتغير من حياتك. انت حاليا حيران ومتوتر من كذا امر، كذا حاجه في حياتك عامله لك توتر وحيره، بس شايفه ان انت تطلع من اللي انت فيه بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. بتدعي ربنا كتير الايام دي وبتقول يا رب خرجني من الهموم. عندك حد غامض في حياتك بيحاول يلعب عليك، احذر منه. انت عندك مراقبه، عندك واحده ست دايما عايزه تكسر نفسك، عايزه ترجعك لورا. شايفه كمان ان عندك عيون كتيره جدا صايباك، عندك حسد، عندك توتر من امرك لدرجه ان انت حاليا سايب كل حاجه وبتحاول تاخد القرار اللي هو فيه سعاده ليك. انت ايه الحاجه اللي انت منتظرها؟ في حاجه انت منتظرها يا برج الميزان تحصل، منتظر ورقة، منتظر حاجة معينة تحصل او تجي لك عشان تغير من حياتك وتغير من اللي انت فيه. بص، عايزاك تخلي بالك كويس جدا من واحدة ست. الواحدة الست دي مش كويسة، بتحاول تاخد كل حاجة عندك، بتحاول كلامك كله يعني بتسحب كل حاجة من كلامك وتبني عليها حاجات كتير. خلي بالك منها وخلي بالك من أفعالك، في حاجات كتيرة جدا بتحصل انت ما كنتش متوقعها بتحصل الفترة دي، خلافات بينك وبين الشريك، مشاكل في حياتك، في حاجة صدمة خدتها لدرجة ان انت حاطط وشك في الأرض مش قادر ترفع وشك لفوق او تواجه اي حد. بتدعي ربنا، بتقول يا رب يفرح قلبي. مش القهرة اللي جوه قلبك يا برج الميزان دي، بلاش الحيرة والتوتر. الأيام اللي جاية يكون عندك خير بإذن الله وراحة تامة بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الميزان، شايفة ان كل البيبان اللي اتقفلت في وشك هترجع تتفتح ان شاء الله بإذن الله. هيبقى عندك حياة جميلة وعندك أيام حلوة، وربنا هيكتب لك الحاجة اللي هي تكون من نصيبك وتكون الفرحة والدايمة بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله تعالى. انت مش عارف تعيش طفولتك، مش عارف تعيش سنك، مش عارف تعيش حياتك، دايما حياتك متلخبطة، دايما مفيش حاجة بتكمل عندك، بس شايفة ان عندك حاجات كتيرة جدا حلوة بإذن الله بفضل ربنا. عندك انطلاقة حلوة وفرحة بإذن الله، انطلاقة حلوة وفرحة، دايما حالك واقف، دايما مفيش حاجة بتكمل عندك، بتطلع من حسد بتدخل في سحر، بتطلع من سحر بتدخل في أعمال، عندك حاجات ناس كتيرة جدا بتأذيك. سمعت كلام يا برج الميزان كسر نفسك و عمل جواك صدمة. طيب الانفصال اللي حصل بينك وبين الشريك ده كان سببه ايه؟ كان سببه طرف تالت. السبب كان طرف تالت يا برج الميزان. شايفة كمان ان الايام اللي جاية هيكون عندك حلوة، حاجات حلوة، وعندك امنية من اللي انت مستنيها تتحقق، عندك قضية في المحكمة هتتحقق بالعدالة، وعندك استرجاع حقك بإذن الله بفضل ربنا، عندك رجوع حقك يا برج الميزان. طيب الانطلاقة اللي جاية دي هتكون شكلها ازاي؟ هيكون فيها تغيير، تغيير حالك، تغيير نفسك، تغيير مستقبلك، هيكون فيها تغيير حلو جدا ليك يا برج الميزان. بص يا برج الميزان، في مشاكل بتحصل كتير بينك وما بين الشريك، المشاكل دي بيبقى سببها حاجات تافهة، سببها غيرة، سببها عدم التوفيق بينكم انتوا الاتنين، شايف ان عندك مشاكل كتير. بص يا برج الميزان، بص يا برج الميزان، الأيام اللي جاية دي عندك تغيير حال، عندك تغيير حال
يا برج الميزان، عندك خير، عندك رزق، عندك وظيفة حلوة، وعندك كمان انطلاقة ما كنتش مستنيها ان هي تحصل. بص يا برج الميزان، انت هنا واقف وحيران وعايز تاخد القرار ومش عارف تبدأ ازاي، خايف تاخده تندم، خايف تاخده تندم، عندك تفكير كتير، عندك حيرة من امرك، عندك حيرة من امرك. في ناس هنا بتدعي عليك كتير جدا يا برج الميزان، ناس هم اللي اكلوا حقك وظلموك وبيدعوا عليك. طيب ايه الميراث اللي جاي لك ده؟ عندك ميراث حلو جاي، فلوس جاية في الطريق، في حد كان كبير عندك في السن حكم عليك او حكم مش بعدالة يا برج الميزان، ما حكمش بعدالة في حياتك، ظلمك، جه عليك، كسر نفسك، عمل لك حاجات كتيرة مش كويسة. اقدر اقول لك انه الدعاء من نصيبك اللي هو هيحقق لك كل الامنيات، والبيبان اللي اتقفلت في وشك هترجع تتفتح تاني. طيب ايه الفرحه اللي جايه لك دي؟ فرحه جايه لك في ارض البيت يا برج الميزان، فرحه حلوه جدا. انت ناوي على الرحيل، ناوي على السفر، وناوي على التغيير، صح؟ صح يا برج الميزان. انت متدمر نفسيا بس شايفه ان انت بتعافر وبتطلع من اللي انت فيه. بص الحسد، الحسد كله اكل فنجانك يا برج الميزان، وانا زعلانه عليك قوي. الحسد عندك فظيع، اقرب الناس ليك هم اعدائك. بتدعي ربنا وبتصلي وبتقول يا رب كرمني، يا رب ارزقني على قد نيتي، دايما نيتك صافيه مع الاخرين، بس هم الاخرين وحشين، الاخرين مش كويسين يا برج الميزان، دايما هم اعداء ليك، دايما هم بيحاولوا ياخدوا احلى ما عندك، لدرجه ان انت بتقول حسب الله ونعم الوكيل في كل حد يعمل لي سحر ويأذيني. شايف انه في حد كبير في السن عندك بيحبك وبيحاول يدلك على الصح ويدلك على الخير وعلى الرزق. بص يا برج الميزان، عندك اشتياق لاطفال، اشتياق لاهل، اشتياق لزوج، اشتياق لحبيب، عندك اشتياق لحد. خلي بالك من الناس المعينه اللي هي بتحبك، ابعد عن الناس اللي هي مبينه ان هي بتحبك. انت ليه حزين ودمعتك على خدك؟ ليه اليومين دول حزين ودمعتك على خدك؟ ليه اتظلمت اشد انتقام؟ يعني حد ظلمك، حد انتقم منك انتقام لحد الان بتعاني منه. بص الحاجة اللي انت مستنيها هتعمل، حس انه مستقبلك متدمر بس عندك انطلاقة حلوة وعندك خير بإذن الله، عندك ارتباط حلو ما شاء الله، عندك فرحة في أرض بيتك، وده كمان عندك حمل وعندك خبر حلو هيفرح قلبك يا برج الميزان. كل الخير ان شاء الله بإذن الله يكون من نصيبك. بص يا برج الميزان، ربنا هيكتب لك السعاده وراحه البال، والله ربنا هيكتب لك السعاده وراحه البال. انت اتظلمت كتير وعفرت وتعبت واتظلمت من اقرب الناس ليه، عندك عزيزه، حد عزيز على قلبك توفى، حد عزيز على قلبك توفى يا برج الميزان، بس شايفه ان ربنا هينصرك، ربنا هيغير من حالك لافضل حال باذن الله. الناس اللي في حياتك دي سيبك منها وابعد عنها، الناس اللي اذيتك دي كلها ابعد عنها، حسب الله ونعم الوكيل في اي حد يأذيك يا برج الميزان، ربنا ينتقم منه، ودايما ان شاء الله باذن الله ربنا يكشف لك كل حقيقه انسان عامل نفسه بيحبك. انت طيب وحنين وحنيتك حنيتك في كل حياتك، يعني انت حنين في كل حاجه، لدرجه ان هم بيستغلوا طيبتك وطيبه قلبك وبيستغلوا حبك للاخرين وبيحاولوا دايما يأذوك. مشروع ناجح عندك، انت بتحلم بالاسماك، الوضع المالي عندك هيتحسن بكل الطرق، في كمان شخص هيقرب منك الفترة دي وهيقف معاك في حاجات كتيرة جدا، بس انت مش مدي راحتك في النوم كويس الفترة دي، انت مش واخد راحتك، مش واخد كفايتك، جسمك بدأ يوجعك. عندك خطوتين هتخطيهم حلوين جدا، ومن اول خطوة هتحسن حالتك النفسية بكل الاوضاع، وهتطلع من بعد الاكتئاب والحزن والخزلان اللي عندك. كمان انت هنا حد هيظهر لك على حقيقته وهتطلعه بره حياتك، انت مهووس زي ما قلت لك بالشريك قوي، او هو مهووس بيك، وده مسبب لك وجع غير طبيعي. كمان انت هنا حصل عندك فشل في علاقة معينة وزهق، عندك واحدة ست والست دي معاها بنوتة، الست دي في غيرة وفي حقد، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من الحيرة والغل اللي في اتجاه الناس عليكم.
الفترة دي اي نعم انتم متلخبطين، بس عن هيكون عندكم استقرار، وبلاش تضغطوا على نفسكم في اي حاجة. في مسافة بينك وما بين حد، او بينك وما بين حد، او في موضوع هيكمل على خير بس بعد شوية صعوبة وشوية مغامرات منكم. كمان انتوا دقيتوا باب واتقفل في وشكم. عندكم لقاء مع شخص صاحب سلطة او صاحب مكانة عالية. هنا كمان انتوا سمعتوا خبر زعلكم، وسمعتوا حاجة ضايقتكم، وقررتوا ان انتوا تتعاملوا مع الموضوع بشكل مختلف. دايما بيجيلكم اذى من ناس مقربة ليكم، دايما الاذى ما بيجيلكمش غير من الناس اللي هما بيأذوكم بكل الطرق. انت عندك حد تعبان، او انتوا تعبانين بسبب الدين اللي عليكم، او عندكم حد مريض، حد في ازمة، حد نفسيته تعبانة. رغم ان النفسية عندك تعبانة، بس بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون عندكم توازن في اموركم. انتوا محتاجين تمسكوا طرف الخيط الفترة دي. اي نعم بتعانوا من بعض المسؤولية او من تقلب الامور اللي عليكم، بس في تحسن عندكم. كمان انتوا حاسين ان البيبان كلها متقفلة في وشكم، وحاسين ان في اشخاص من العيلة مش واقفة معاكم. ربك هو اللي هيكرمك من حيث لا تحتسب، وهيوصلك للكيان اللي انت محتاجه، وهتكون شخصية جميلة، وهتكون شخصية محبوبة الفترة دي. كمان انتوا هنا بدأتوا تحطوا نقط على حروف، وبدأتوا تطلعوا شخص. الشخص ده دايما كان بيديكم طاقة الحزن. انتوا اليومين دول حاسين ان انتوا لوحدكم، وحاسين ان انتوا ما بتتكلم مش عايزين تتكلموا مع حد. طول الوقت تليفونكم صامت، طول الوقت ساكتين، طول ما بيتوش زي الاول، لدرجة ان التغيير بان عليكم في ملامحكم، في شكلكم، في حاجات كتيرة جدا. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا دايما قلبكم زي الاطفال بالظبط، حنينين جدا، طيبين بشكل كبير جدا، وده طبعا عامل فيكم الطمع. ضميركم بيأنبكم في حاجة، في حاجة معينة الضمير عندكم بيأنبكم فيها، وانتوا زعلانين، او مثلا مش عارفين تاخدوا قرار، او عارفين تعملوا ايه، فعندكم تفكير في حاجات كتيرة جدا. كمان انتوا هنا عندك ناوي تبيع او ناوي تشتري حاجة، عندكم بيع وشراء الفترة دي مع حد، بس عايزاكم تحذروا من حد، واكل معاكم عيش وملح. الحد ده خاين وبتاع مشاكل ومش حابب لك الخير، وعشان كده انت عندك توتر الفترة دي مع ناس في حياتك. في كمان اجتماع او في لقاء او في حاجة تخصكم انتوا هتعملوها الفترة دي، وهتكونوا مبسوطين جدا. انتوا عندكم ربط احداث شديد شغال معاكم الفترة دي، هتسمعوا اكتر ما هتتكلموا، علشان هتقولوا انا طول الوقت بتكلم، فهقرر ان انا اسكت واشوف الناس اللي حواليا هيعملوا لي ايه. كمان المواجهة دي لو انت فضلت ساكت وفضلت تسمع اكتر ما تتكلم، امورك هتكمل على خير. بلاش تحكي وبلاش تفتح مواضيع، داري على قد ما تقدر علشان الفرج قدامك مفتوح. كمان انت هنا هتكون مقتنع بكلام حد كويس جدا ليكم. الحد ده هتقتنع بكلامه، انت هتاخد رأيه، وهو هيقنعك بالطريقة الكويسة بتاعته، وهتحس قد ايه انه فعلا انت كنت عايز تعمل كده، بس كان في تأجيل في امور عندك. الامور المالية عندك هتبدأ ترجع لك الفترة دي، بس انت بتحط نفسك في خانة الزعل. عندكم تساقط شعر او وجع في جسمكم مش طبيعي، وفي نفس الوقت هيكون عندكم بشرة انتوا بتدوروا عليها طال انتظارها، بشرة خير، بشرة تغيير، بشرة امور، الله اعلم. بس في سؤال، والسؤال ده محيركم قوي، ومخليكم عمالين تركضوا، عمالين تيجوا على نفسكم من اجل الموضوع ده يكمل، او من اجل الطاقة السلبية تطلعوا منها. في طرف بيتدخل في حياتك بشكل كبير جدا، الشخص ده مؤذي، بيحب نفسه، بس على قد ما هو الشخص ده مؤذي، انتوا عندكم بشرة وعندكم رزق حلو،
والهم اللي انت شايفه بخصوص الوظيفة او بخصوص الطاقة اللي عندك، هيكون عندك ردة فعل حلوة. ردة الفعل دي هيخليكم تعيدوا نظركم في قرار انتوا واخدينه او في حاجة انتوا عايزين تاخدوها. الفترة اللي فاتت دي اكتر من مرة اتخذلتوا، اكتر من مرة اتطعنتوا، بس الفترة دي هتكون هي فترتك لان انت تثبت وجودك. العين عليكم ومؤثرة عليكم في حاجات كتيرة جدا، والحسد واخد جزء، وان شاء الله باذن الله ربنا هيبعد عنكم الزعل اللي مكتوب لكم من ناس مقربة. في شخص انتوا وثقتوا فيه، والشخص ده يعني صدمكم بطريقة كبيرة جدا. قلبكم اليومين دول مكسور بشكل كبير بسبب الطمع والخذلان اللي فيه. كمان الايام دي انتوا ناويين على تغيير حاجات كتيرة جدا، وهيكون في توافق مع شخص مش متوقعين انه يكون في توافق بينكم. كمان انتوا هتطلعوا هتغيروا عتبتكم او هتكملوا سفركم على خير، هترموا الماضي كله ورا ظهركم، علشان انتوا مش شايفين من الماضي غير الاذى والتعب والظلم. ما بقيتوش عايزين تفكروا في اي حاجة سلبية، عايزين تنجحوا، عايزين تطلعوا، عايزين تشوفوا. كمان انتوا عندكم صلح مع حد من الاهل، عندكم موجة حلوة، الموجة دي هتفرحكم برضو وهتخليكم اصحاب شخصية خارقة، او هتكونوا اصحاب قوة حلوة. انتوا معروف عنكم بالذكاء ومعروف عنكم بالطاقة الإيجابية، بس في توتر عندكم على طول وضغط نفسي، وده مؤثر عليكم في حتى في تفكيركم. انتوا الفترة دي مش مستحملين أي حاجة، في تعب وفي إرهاق سلبي. في كمان هنا حد في شغلكم، الحد في شغلكم ده غيران من نجاحكم، عشان انتوا دماغكم طول الوقت شغالة وما شاء الله عليكم بتعرفوا تاخدوا حقكم وبتعرفوا تحققوا كل اللي انتوا عايزين تحققوه. بس الحاجة اللي واقفة عندكم هي العاطفة. العاطفة دايما ضغوط ودايما عندكم خنقة وضيقة. كمان انتوا متضايقين من بعض الامور اللي عندكم مش ماشية على دماغكم او مش ماشية زي ما انتوا عايزين، فدايما بتسألوا وتقولوا يا رب اكرمنا من حيث لا تحتسب، احنا تعبنا واتأذينا. طيب في ناس هتعرض عليكم عرض، وانتوا اللي هتفكروا تعملوا ايه الفترة دي. كمان انت حصل عليك ظلم من ناس، وبرضو زي كده اقترحت عليك موضوع وانت قبلت، وفي الاخر لقيت اذى ولقيت ظلم. فانت الفترة دي هتطلع من اي ضغوط، والطرف التاني اللي عمال يتدخل في خصوصياتك ده انتوا هتطرده بره، وبعد ما هتطرده هتقوله ما تتدخلش تاني في حياتي، انت اذيتني، ومن بعد دخولك لبيتي انت وجعتني. في كذا حاجة بتحصل عندكم، والكذا حاجة دول انتوا مش عاجباكم، بس انتوا عندكم هدوء الفترة دي بشكل حلو قوي. هتودع احزانكم وهترموها ورا ظهركم، والفترة اللي جاية دي هتكون طاقة ايجابية، اخبار حلوة هتدمع عليها العين باذن الله، وهتعوض السنين اللي فاتت من حياتك في الالم والذل اللي انت شفته من المقربين. وبسبب وصول لهدفك هتلاقيهم دايما بيلفوا حواليك وعايزين يرجعوا لك. بس بلاش العند وبلاش التوتر، انتوا اشخاص طيبين جدا بس دايما بتتحطوا في ضغط نفسي. في كمان خطأ انتوا عملتوه، الخطأ ده زعلانين ان انتوا عملتوه، وزي ما قلت لكم النوم مؤثر عليكم بسبب الطاقة السلبية اللي متوزعة عليكم. فدايما اقول خلوا بالكم من نفسكم في حياتكم في طاقتكم، علشان الضغوط اللي انتوا فيها مأزية عليكم. عندكم امر صعب، والامر صعب ده مش عارفين تتعاملوا معاه بالشكل اللي انتوا محتاجينه. الشكل ده مضايقكم وخانقكم. المنفصلين انتوا هيكون عندكم كلام
وعندكم فتح مواضيع الفترة اللي جاية، او في كذا موضوع هيتفتح قدامكم وانتوا هتاخدوا قرار او هتعرفوا حاجة عن الشريك طال انتظارها، الله اعلم، بس في حاجات هتتفتح قدامكم وهتكونوا متألقين وواثقين من خطواتكم. مع بداية كمان الايام اللي جاية هيكون في انفراجة حلوة، الانفراجة دي هتكون جاية من عند ربنا. كمان انتوا هتقولوا احنا لو رجع بينا الزمن هنختار نفس اللي حصل لنا، علشان اكيد ربنا ليه حكمة في كل اللي بيحصل حاليا. بالفعل انت ربنا ليه حكمة كبيرة جدا. عندك شوية برضو فقدان شهية او احساس بالكسل والخمول من غير اي سبب، البعض منكم عنده وجع في الكتف بطريقة كبيرة جدا، والاحلام بتاعتكم يعني احلامكم فيها كوابيس، رغم ان انتوا طيبين ويعني واشخاص كويسين جدا مع التعامل مع الناس، بس دايما في غيرة من اللي حواليكم، دايما اللي حواليكم غيرانين منكم، علشان انتوا الحاسة السادسة عندكم عالية جدا وطاقتكم كلها مفتوحة بشكل كبير، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا ويكون عندكم طاقة ايجابية. كمان انتوا هنا اقدر افرحكم بخبر حلو، والخنقة اللي ظاهرة لكم والضيقة دي هتطلعوا منها، وكمان هتبدأ الدنيا تضحك لكم، او هتبدأوا انتوا تشتغلوا في الحياة بشكل مختلف، هتبعدوا المشاكل دي عنكم. في كمان انت جملة عمال ترددها دايما في بالك، يا رب يا رب، دايما بتقول يا رب في كل حاجة، بتقول يا رب، بتقول يا رب انا متكل عليك. وبالفعل طول ما انت متكل على ربنا بإذن الله ربنا هيبعت لك الحاجة اللي انت مستنيها. بس نفسيتك تعبانة شوية بسبب الوجع اللي انت فيه، مخنوق من غير اي سبب، رغم الخنقة والضيقة ما بتقولش غير الحمد لله وانا طالب الستر، ربك هو اللي عالم باللي انت فيه وبتمر بيه، فما تقلقش خالص، ربك لما يريد هيفعل لك كل اللي انت محتاجه. انت محتاج الحنان ومحتاج الحب دايما من الاشخاص المتصالحة جدا مع نفسها وبترضى باقل حاجة. بس عندكم مشكلة كبيرة جدا هي الوسواس القهري اللي بيقولكم على حاجة قبل ما تحصل، وده بيخليكم انتوا عندكم صراع وتوتر وحيرة على طول، عايزين تتخلصوا من الوسواس ده بس مش عارفين تبدأوا ازاي. كمان الفترة دي اي نعم هي طويلة على قلبكم او حملها طويل، بس في طاقة ايجابية بإذن الله هتجيلكم من خلال العوض اللي هيكون من عند ربنا، عوضكم قريب جدا منكم، فخلوا بالكم كويس من اي حاجة في حياتكم. انتوا عندكم الوان مفضلة، عندكم اللون البنفسجي ده مفضل ليكم جدا، بيديكم طاقة ايجابية او انتوا بتحبوه. كمان عندك اللون الابيض واللون الاسود، الالوان دي برضو بتديكم طاقة حلوة، بتديكم تفاؤل كده، فانتوا هيكونوا متفائلين الفترة دي. بس بلاش تظلموا نفسكم من اجل الاخرين او من اجل ان انتوا تيجوا على نفسكم من اجل حد. كمان انتوا عندكم حسد، الحسد ده مؤثر على شكلكم، علشان دايما مميزين في رشاقتكم وفي عيونكم وفي جمالكم، فالحسد مؤثر عليكم، انتوا ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه، ممكن يكون ربنا كاتب لكم الطاقة الايجابية اللي عندكم، فعشان كده ربك هيكرمك من حيث لا تحتسب. كمان بتدوروا اليومين دول على الاهتمام، يعني انتوا بتدوروا على الاحتواء او الاهتمام في حياتكم، في شخص، الشخص ده هيقف جنبك او هيقف جنبكم ومش هيتخلى عنكم بسهولة، هتلاقيه واقف وهتلاقيه بيدعمكم على جميع الاصعد، والشخص ده فعلا هيجيلكم من وراه خير، هيبقى مساعدة حلوة جدا، ومن وراه هتطلعوا من الحيرة اللي انتوا حيرانينها في موضوعين او في قرارين معينين، حيرانين خايفين مخنوقين، هتطلعوا وهتاخدوا خطوة ايجابية او قرار حاسم. فدايما تخلوا بالكم من كل الطاقات اللي بتتوزع عليكم او من الضغوط النفسية اللي انتوا بالكم محطوط فيها، ربك لما هيريد هيفعل لك النجاح اللي انت مستنيه، فبلاش تبذل اقصى مجهود على حاجات فاضية، ابذل المجهود على الحاجات اللي تستاهل منك الطاقة الايجابية، وادعم نفسك بنفسك وما تخليش اي حد يتدخل في خصوصياتك مهما يكون. بس شايفة ان ربنا هينصرك، ربنا هيغير من حالك لأفضل حال بإذن الله. الناس اللي في حياتك دي سيبك منها وابعد عنها.
الناس اللي اذتك دي كلها ابعد عنها، حسبي الله ونعم الوكيل، في اي حد يأذيك يا برج الميزان ربنا ينتقم منه، ودايما ان شاء الله باذن الله ربنا يكشف لك كل حقيقة انسان عامل نفسه بيحبك. انت طيب وحنين وحنيتك حنيتك وفي كل حياتك، يعني انت حنين في كل حاجه، لدرجه ان هم بيستغلوا طيبتك وطيبه قلبك وبيستغلوا حبك للاخرين وبيحاولوا دايما يأذوك. انت هنا مستني جزء الظلم اللي في حياتك، يعني اقدر اقول لك ان انا هعمل لك قراءه مخصوص جزء من الناس اللي ظلمتك يا برج الميزان. اتمنى لك الخير والسعاده والراحه والفرحه باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. دايما شجعني يا برج الميزان وانا هنزل جزء من اللي ظلمك ان شاء الله باذن الله، وهنزل لك دايما توقعات جميله وقراءات كتيره جدا ليك يا برج الميزان وعشان خاطر عيونك. اتمنى لك الراحه والسعاده والفرحه دايما باذن الله.